اليوم تعرفون موعد جواد ويانا رسام الكاريكاتير جواد مراد، كل يوم احد يكون موجود ويانا، خلينا نصبح عليه ونقول له صباح الخير عليك يا جواد. شلونك اخبارك؟ شلون المطر وياك؟ صديق للمطر انت؟ دائما الفنانين يحبون هاي الاجواء، يعتبروها شاعريه. المطر فعلا يعني كل مره المطر فيه بحس انه فعلا بيغسل المدينه من عوادم السيارات والغبره وبعدين بيغسل قلب الواحد كمان، بحس انه في يا ريت والله في رسائل رحمه من السماء بتريح الواحد فعلا يعني. اي رسائل تبعث على الامل بصراحه يعني. ولو انه يعني بهالظروف هي دائما بس ينزل المطر ويصير برد، وانا بحب الشتاء اكثر من الصيف، ولكن بضل الواحد يفكر بالناس الثانيين انه شو حالهم من البرد، الاطفال اللي بالمخيمات هيك، ولكن متامل خيرا يعني في النهايه. نقول الله يجعلها امطار خير ورحمه مثل ما قلت انت. الله يبعث الخير تغسل القلوب. الله يبعث الخير على قولتك. اذا خلينا نحكي عن موضوع رسمتك لهذا اليوم. يعني كثير تحاشيت اني بعد عن المواضيع الكئيبه الى حد ما، ولكن للاسف سيل نحن ما عم نقدر يعني نغمض عين عن كثير شغلات عم بتصير، ولو نحن عم نحاول كل حلقه عن حلقه ننوع المواضيع، ولكن بهالظروف هي وين ما عم تحطي عينك تلاقي انه في مشكله لازمه حل. يعني لما نحن نطرح اي موضوع ليس بغرض الاساءه، ليس بغرض إهانة أشخاص، يعني ما في أي سوء نية لما نحكي بهالقصة، غير نحن فعلا نحاول نسلط الضوء على مشكلة، على أزمة، على خطأ هون أو هون، نقدر على الأقل لعل وعسى نقدر نعمل يعني نساهم بالرأي العام لنقدر نوصل رسالة لإعادة النظر بهالقصص هي. اليوم بدي أحكي عن أنت شفتي مثلا من شهر وجاي رجعت موجة اللاجئين اللي عم يغرقوا، يعني عم توصل اعداد كبيره، مثلا احيانا بيوم واحد عم يروح اكثر من 70 شخص ضحيه الهجره غير الشرعيه. طبعا نحن مو بصدد انه صح ولا غلط، ولكن نحن بصدد اولا انه اللي ناوي يروح يسافر على الاقل لازم ياخذ احتياطات لازمه، وكمان نحن مو بظروفنا صراحه، يعني ما في نلوم حدا على اي تصرف بهذا الشكل. نعم بصراحه ما عم يأذوا حدا، عم يحملوا حالهم يهرب. نعم والاذى عم يصير على 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 الذات اكثر من الاخرين، ولكن هو حدث ما بعرف على شو هو. ما توقف موضوع يعني الغرق القارب اللي دا ياخذهم او سياره، او سمعنا بالكثير من الحوادث. صحيح صحيح. فنحن عم نشوف انه يعني الى جانب العمليات الارهابيه اللي عم تروح ضحايا كثير، عمليات ارهابيه من تفجيرات للحروب اللي عم تصير، لصاروخ اخطا طريقه عم يجي بين المدنيين لبين ناس فعلا تتقصد المدنيين. عم نشوف انه الى جانب هالشيء في قوافل ضحايا يوميا على طريق الهجره غير الشرعيه، اللي بتخيل انه اكيد الناس يعني الدول القائمه اللي عم تستقبل هاللاجئين، اللي الدول اللي عم تسير يعني عم تسهل هالطريق هذا الى حد ما فيها تامن ظروف احسن. فيها تامن ظروف احسن على الاقل تحت رقابه، تحت ما بعرف يعني مو شغلتي انا اعرف. اللي بعرف انه في 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 ضحايا كثير عم تصير، لازم نحن يعني كاعلام ك العاملين بشان الاعلامي اللي عم يشتغلوا بالمجال من برلمانيين لمسؤولين، كل الحالات هي جواد هي مجازفه. يعني هو اللي رايح واصل لمرحله يمكن من الياس من التعب النفسي، شايل مثل ما يقولون دمع على كفه ورايح يتصيب يتخيب. صحيح. ويعني شو اقول لك اني ونصيبي. صح. شو السبب وراء هالقصه هي اسيل؟ يعني في اكيد سبب اللي بخلي واحد يعني احيانا بتلاقيه هو عايش بمناطق شبه امنه الى حد ما، تلاقي حمل حاله وراح مع اولاده وعم يغامر، اكيد في سبب له. يعني السبب انا بتخيله هو الياس من هالظروف السياسيه، غير الحرب يعني ما عم نحكي عن القصه. بالتالي الياس من الظروف تمام، الكل يبحث عن حياه كريمه تمام. وناس تغري ناس. احنا سبق وان تناولناه بموضوع بالبرنامج موضوع الهجره، وصارت ايضا موضوع الهجره العكسيه بعد ما يخيب الامل ويضيع الحلم، ينصدمون بواقع ما كانوا متوقعيه يرجعون. بس هي صارت تقريبا مثل الموده، يعني صارت ناس تقول الناس، حتى اللي وضعه يسمح له انه
يكون موجود، سواء هذا الموضوع سواء اللي دا يطلعون من العراق او حتى اللي دا يطلعون من سوريا. انا باعتقادي صار الموضوع عباره عن هوس موده، يعني هو يعني عايش اوكي، يقدر يتكيف، يقدر ياكل، يقدر يشرب. الامان اي صحيح هو مطلوب، ومثل ما نقول احنا الامان هو اهم من رغيف الخبز، حسب يعني هذا الكل احنا مؤمنين بهذا الموضوع، ولكن يظل الامان بالله والموت والحياة. أنا من وجهة نظري هي بيد الله سبحانه وتعالى، يعني ما حد راح ينهزم إذا أكو أنت حتموت هنا، ما راح يتأجل موتك دقيقة واحدة، يعني ديش دا تشوف إنه العالم دا تطلع لا شك، يعني ما دا ما مات بالحرب، ما مات بالظروف، راح مات على الطريق، مات غرق، مات بطريقة يعني مؤلمة لأهله ومؤلمة لكل شعبه. صحيح، ما هون الفكرة، يعني ما أنت أول ما تحس بالأمان بلشي، يعني هي طبيعه الحياه البشريه، طبيعه الانسان المتزن انه في حاجات ثانيه، يعني يعني في يعني مو بالانسان، مو بس بالخبز بعيش، مو بس في حاجات ثانيه. لما انا ما يكون عندي مدارس مهتمه باطفالي، لما ما يكون في طبيب اثق فيه لما امرض، نعم يعني اروح لعندهم احس ما بده ينصب علي، انه تمام اغراء صارت ناس تغري ناس بهذه الامور، التفاصيل هي. هلا اكيد يعني ما حدا بيتخيل انه بده يروح على دوله جديده وما في لغه ولا دغري يحطوه على كف الراحه، اكيد قصه مو هيك، اكيد في معاناه ولا يعني الفكره انه الهجره العكسيه بتصير، لانه فعلا واحد محتاج، يعني مين فينا ما بيحتاج لمكان يولد فيه، ما بيشتاق لحارته ولا للمكان اللي عايش فيه؟ طبعا اكيد هالتفاصيل اكيد موجوده، بس نحن عم نحكي عن في 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 يعني في خطوره، في مثل في قوانين السير مشان تحفظ على حياه الناس اللي عم تهور، لازم يكون في يعني في اعاده نظر بهالاسباب اللي بتخلي الناس من جهه منو اعاده نظر؟ انت اليوم بدك تطرح هالفكره مثلا من جهه منو المسؤول على الموضوع؟ لا شك الحكومات المسؤوله عن القصه، يعني ما هو الحكومات جواد هو عفوا منها هو هي الطلعه تهريب، هي اسمها طلعه غير شرعيه. ليش؟ ليش؟ تهريب ما في سبب، لما انا بكون مستقر ولما اكون عندي ادنى الحياه الكريمه ما حدا بيروح، يعني ما حدا بيروح لما بشوف انه في ثقه بالحكومات، في ثقه بالنخب السياسيه، في ثقه، عرفت كيف؟ اي هاي شغله كثير مهمه اسيل، انه ليش الواحد ليغامر بالهرب من هالدول هي؟ لانه في سبب غير الحروب، هي سبب عدم الثقه بالحكومات المتتاليه اللي عم تحسها احيانا بتتلاعب بمصير الناس، نعم، بمستقبلهم، بحقوقهم. ف نحن كاعلام موضوع الرسمه حيكون عن هذا، عن الهجره غير الشرعيه وعن الموت المستمر على طريقها. نحن كدورنا كاعلام يعني اسيل نحن نسلط الضوء على الموضوع، لما انت منتخبي اشخاص ينوب عنك ليفكروا بالقصص اللي بتمس حياتك وامنك، هذا شغله مو شغلنا يعني بصراحه. عسى ولعل بهذا النوع من النقد يصل مثل ما يقولون الاصوات، هي بالتالي احنا مثل ما قلت الاعلام هو دوره فقط يسلط الضوء، ويعني هذا كل ما باستطاعتنا. صحيح. خليك جواد اخذ تمام. راحتك انت. أوكي. بالرسمه تمام، فينا نشوفها؟ نشوفها طبعا. الرسمه كان في لها داعي كثير للالوان. انت شفتي كيف انه كل فتره خوفة. فتره للاسف يعني فعلا هو يخوف، يعني كل فتره فتره بتلاقي في وجبه من يعني وجبه بتحسيها عم تنهدى للموت، من المهاجرين يعني تمام. نعم. فتخيلناه هالمرة انه خلينا نشوف انه هو خطر الموت، شبح الموت او شبح يعني الموت هذا تمام، شبح الموت اللي عم حاط الطبق قدامه، عم يرفع الطبق فيه على البلم مجموعه من الاشخاص المهاجرين. نعم. طبعا شفت هذا اللون البرتقاني استعملته بس مع الملو انت رسمي، ولكن هي اللون البرتقاني صار السمة لشكل الموت الحديث بتحسي اسيل. فالرسمة بتخيل ما بدك تشرح، هي فكرة قديش ببساطة عم يقدموا المهاجرين، عم يقدموا أرواحهم لبطعة طبق من ذهب من فضة بقلم أسود سميه اللي بدك إياه، عم تقدمها رخيصة مشان يهربوا من واقع من سوء حالة وهيك شيء، يعني حلوة وجميلة ومؤلمة. عاشت إيدك يعني جواد، وفعلا يعني مؤلمة للأسف. والله ينجي الجميع ويوصل كل من يريد مثل ما يقولون إلى أحلامه وأهدافه بخير وسلامة، ويحفظ لنا عوائلنا وشبابنا. شكرا لك جواد، شكرا لحضورك. على راسي، تسلم.